نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بطولة القفز على الحواجز على كأس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وعددا من المسابقات التي شارك بها فرسان من مملكة البحرين ضمن مهرجان وينزور الملكي للفروسية، والتي أقيمت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوق إدنبرا ومشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم. كما حضر البطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الممتدة لأكثر من 200 عام، والتي تشهد على الدوام تطورا ملحوظا على كافة الصعد، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تطوير آفاق التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات بما فيها رياضة الفروسية وسباقات الخيل، حيث يتشارك البلدان اهتمامهما بهذه الرياضة العريقة. وأشاد سموه بالمشاركة المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وأنجاله في المهرجان، وما قدمه سموه من مستوى تنافسي عالي وأداء مشرف، مؤكدا أن مملكة البحرين تواصل تحقيق النجاحات والإنجازات الرياضية بشغف أبنائها وحرصهم على الصدارة في كل محفل ليعززوا مسيرة الإنجاز لمملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما نوه سموه بمشاركة فرسان البحرين في مهرجان وينزور الملكي للفروسية، والتي تجسد المستوى المشرف التي وصلت إليه رياضة الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوها بما يمتلكه فرسان البحرين المشاركين في المهرجان من مهارات وقدرات عالية مصدرها شغفهم بهذه الرياضة الأصيلة وحبهم لحصد الإنجازات التي تضاف إلى سجلات مملكة البحرين وتواصل إبراز مكانتها على خارطة سباقات الخيل الدولية. وقد قام سموه بجولة في مهرجان وينزور الملكي للفروسية اطلع خلالها على فعاليات المهرجان التي اشتملت على عدد من العروض والسباقات، حيث أشار سموه إلى المكانة المتميزة والمرموقة التي يحظى بها المهرجان على خارطة سباقات الخيل الدولية، والتي تجسد تاريخ وعراقة رياضات الفروسية في المملكة المتحدة وخبراتها الممتدة في إقامة وتنظيم سباقات الخيل، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين الدائم على التواجد والمشاركة بهذا المهرجان العريق بالمملكة المتحدة لما يشكله من تجمع رياضي بارز يحظى بكل الاهتمام من قبل المهتمين برياضة الفروسية في مختلف دول العالم. منوها بما شهده المهرجان من فعاليات عديدة ومنافسات قوية وتنظيم مميز، هذا وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفائزين، وهنأهم سموه بهذه المناسبة متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح.